بدأت القصة في 2016 أنا من مدينة البوليدة، وين لاحظنا أنه التلوث كان في شريعة يعني الجبل تاع بليدة، كان التلوث كان غير يزيد. كنا دائما نديروا حملات تنقية مع الجمعيات، ودائما نشوفوا أنه هذا الحل ما فيش ديمومة، يعني نهار اللي أنا حتروح لي الصحة تاعي ماش راح نقدر نكمل نقي فيها. يعني بديناها بفرضيات. الفرضية الأولى قلنا كيفاش نقدروا نقضوا على هذا المشكل نهائيا في سنة. الفرضية الأولى كانت أنه نديروا شركة اللي يعمل فيها 20 مليون جزائري شي جوزو مور ال 20 مليون اللي راهم يخلوا نفاياتهم في الطبيعة. درسناها صبناها باللي فينونسيارمون ما كانتش رونطاب، ما كانتش فيابل، يعني المشروع هذا مش قابل للتجسيد من الجانب المادي. فمنه بدينا في الرحلة تاع تقليص هذا كنموذج الأعمال، وفي رحلة البحث على نموذج الأعمال المثالي للريسيكلي.